السلام عليكم مشاهدينا الكرام، إليكم أخبار مؤسسة الشهداء. رئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الإله النقلي يجري زيارة رسمية إلى وزارة المالية ويلتقي الوزير طيف سامي. النقلي دعا إلى زيادة تخصيصات المؤسسة لتتمكن من صرف مستحقات ذوي الشهداء وإدراج مادة في قانون موازنة العام القادم خاصة بقبول نقل خدمات ذوي الشهداء الوظيفية. من جانبها تعهدت سامي بإعطاء الأولوية في الموازنة لذوي الشهداء وصرف المستحقات وفق الحقوق الدستورية. رئيس المؤسسة زار أيضا وزارة النفط والتقى وزيرها حيان عبد الغني، وشدد النائل على ضرورة الاهتمام بشريحة ذوي الشهداء من خلال نقل ذوي الشهداء، فضلا عن تفعيل مذكرات التعاون المشتركة من أجل خدمة ذوي الشهداء. من جانبه تعهد الوزير بتقديم أفضل الخدمات لذوي الشهداء وإعطائهم الأولوية في التعيين وحق النقل وفق الحقوق الدستورية. السيد النائل أجرى أيضا زيارة لمقر وزارة الصحة والتقى وزيرها صالح الحسناوي. النائل أعرب عن ثقته العالية في تطوير الواقع الصحي للمواطنين في جميع أنحاء العراق وإعطاء الأولوية والاهتمام الكبير لذوي الشهداء. من جانبه أكد الحسناوي على فتح آفاق التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسة والعمل على تنفيذ جميع الحقوق التي نصت عليها قوانين المؤسسة. مدير عام دائرة الشهداء ضحايا جرائم حزب البعث أيوب قاسم يستقبل نائب رئيس رابطة ذوي الشهداء في العراق إبراهيم السوداني، وجرى خلال اللقاء بحث المحاور المادية والمعنوية والتي تعنى بتقديم الخدمات لذوي الشهداء، وثمن السوداني الجهود العالية لكل من يقدم الخدمة لهذه الشريحة المضحية. من جانبه دعا المدير العام منظمات المجتمع المدني الوقوف مع المؤسسة من أجل تقديم أفضل الخدمات. الهيئة القضائية الخاصة بتدقيق أضابير المواطنين ممن توقفت رواتبهم تعلن أسماء الوجبة العشرين الخاصة بالشهداء والمصابين وحسب القوائم المعلنة. الهيئة دعت إلى حضور المصابين فقط لمقرها الكان في قصر القضاء رئاسة محكمة استئناف الأنبار الاتحادية، أما بالنسبة لذوي الشهداء فلا يتطلب الأمر حضور أي منهم. مشاهدينا، الأخبار انتهت، إلى اللقاء.